أوضح وزير الصحة خالد عبد الغفار أن المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة تنفذ داخل وحدات الرعاية الأساسية، موضحا أنه سيتم تطوير آليات العمل داخل هذه الوحدات وإضافة فترات مسائية. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، قال عبد الغفار إن مبادرة الرئيس السيسي لدعم خدمات وحدات الرعاية الأساسية تستهدف تقليل الضغط على المستشفيات. في ظل توجه ساد الرئيس للحكومة. وزاره الصحه والسكان على الاهتمام بتقديم خدمات صحيه متكامله على قرى ومحافظات مصر بالكامل كان هناك مبادره السيد رئيس الجمهوريه لدعم خدمات وحدات الرعايه الاوليه طبعا الوحدات موجوده في كل محافظات مصر تقريبا بتقدم خدمات سواء بقى كشف مبكر عن الامراض تعديل كل الاجراءات الخاصه بالمبادرات الرئاسيه صحه المراه التنظيم الاسره بعض النفقات او العداله من خلال توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة والتطعيمات، كل الحاجات اللي بتقدم من خلال وحدات الرعاية الأساسية هي دي اللي احنا مستهدفينها. الأصل في تقديم الخدمات الصحية إن المواطن لما يكون عنده شكوى يروح لوحدة الرعاية الأولية، ثم إذا احتاج الأمر أن هو يروح لوحدة الرعاية الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة. هو ده المتبع على مستوى العالم في الخدمات الطبية، حتى لا يكون هناك إرهاق ويعني وجود في المستشفى بدون احتياج حقيقي للعمليات الجراحية.